Je voyage en solitaire, je n'ai rien à déclarer qu'une bouteille qui erre en mer, des paquets de cœur brisé. ألبوم الفنان اللبناني مايك ماسي الجديد لو دلير هو ثمرة جهد كبير أم في مايك لتقديم عمل مختلف ومميز. فمايك اللي معود جمهوره على الابتكار والأعمال المميزة والغريبة نوعا ما اتحدث لأغاني أغاني عن الألبوم المنوع بين الفرنسي واللبناني وعن سر اختياره لعنوانه. لو دلير هو هذياني يعني الموسيقى الجديد، اخترت هالعنوان لأنه في كتير عجقة حوالية بالوقت الحالي بين تحضير المسرحية الغنائية جيزو وبين تحضير ألبوم باللغة العربية اللبنانية كمان يلي رح يجي بوقت لاحق، وبين أكيد هالألبوم عجقة كبيرة، مشان هيك كان هذيان يعني كبير سميته لو دلير. مايك اللي كان احتفل بإطلاق ألبومه الجديد مع أهل الفن والإعلام وبعض الأصدقاء بالفيرجن ميجاستور بيروت تحدث لأغاني أغاني عن تخطي للحدود المحلية ووصوله لأوروبا. كمان بهالألبوم يعني عم نقدر، وحمد لله أنا كتير كمان فخور ومبسوط أنه عم يوصل هالألبوم يعني لأنه بوقته إلى أوروبا. الألبوم عمل تشارتس آي تيونز نمبر 1 سيلينج بسويسرا ونمبر 3 سيلينج بفرنسا وفات على تشارتس باليونان وبالولايات المتحدة الأمريكية. نوميكيت با عم بتاخد سكسي كتير هائل، وأنا كتير فخور أني عم وصل لغتي الأم إلى كمان أوروبا، يعني هيدا شيء أنا بفتخر فيه. Après moi le délire, mon enfant, mon élixir. Après moi le délire, moi je danse pour guérir. مايك كان صور أغاني عدة من ألبومه الجديد، وخلال لقائنا معه كشف بعض التفاصيل والكواليس. هو بالحقيقة أتصور خمسة من هالألبوم، هني خمستهم تصوروا كلهم سوا تصوروا. هالمرة حبيت صورهم بطريقة كتير سبيسيال، أنا حطيت إيدي فيها أكتر الموضوع، يعني ما بدي سمي حالي مخرج، هلأ أنا درست إخراج وتمثيل يعني طبعا، بس تقريبا أخرجتهم التاتش تبعي أخرجتهم، وأكيد استعنت بإكيب كتير أكيد بروفيسيونيل. تصور ببيتي، هيدا سبيسيال إنه هالخمس أغنية تصوروا ببيتي، هالبيت يلي رح اضطر اتركه لمدة سنة ونص تروح عيش بباريس. حبيت حط بصمتي الصورية بقلب هالبيت لحتى ياخدوا معي وين ما رحت، فمشان هيك صورته بالأبارتومان تبعي. مايك عم يستعد للعب وتجسيد دور السيد المسيح بعمل مسرحي خاص بفرنسا، فشو بيقول عن هالتجربة الفريدة نوعا ما وعن أهمية الخطوة بالنسبة له؟ أكيد نقطة تحول مهني وروحي، يعني نقطة تحول على الصعيد الإنساني ونقطة تحول على الصعيد المهني. يعني طبعاً اليوم عم فوت بالكوميدي ميوزيكال بفرنسا، هيدا أكبر باب فني بفرنسا، انطلاقة كتير كبيرة بعالم الفن بأوروبا وبكل البلدان الفرنكوفونية. أكيد نقطة تحول، يعني اليوم مسؤولية كبيرة، بغض النظر أكيد عن الدور يلي هو مسؤولية بحد ذاته. اليوم مش هين الواحد يحمل دور السيد المسيح على كتافه ويقدر يجسته بطريقة كمان تكون فيها مهنية وفيها احترام كمان للقدسيات، يعني منا هين أبدا. Pour nous aimer, le temps nous laisse condamner. بعض أصدقاء مايك حبوا يكونوا باحتفالية ألبومه الجديد ليبركولو، ومن بينهم الفنانة أنين لحود اللي حضرت خصيصا لدعم ومشاركة صديقة مايك بهالمناسبة وحبت توجه له تهنئة وكلمة من القلب. شو بدي أقول له غير أنه كتير مبسوطة وفخورة فيه وبيعرف أصلا وبيستاهل، وكتير محمسة أتسمع على السيدة لأنه أساسا وبيعرف أنه موسيقته دايما معي بالسيارة، فهيدا سيدة جديد ف رفقة جديدة هاي. هلا كمان بنشوفكم بعمل بالمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله أكيد إن شاء الله. مايك ماسي فنان لبناني مبدع عم تتخطى أعماله حدود العالم العربي، ومع كل عمل جديد عم ببرهن عن هوية مختلفة وخط جديد بالساحة الفنية.